الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال إله سبحانه وتعالى كعب سنو أسأل كل جيسا أن عابدنو أسأل كل جيسا أن كم هدنو محايا لي أسأل أيانا إلو عندنا. ولا ليال تقول إله سبحانه وتعالى وحكمده قفك مسلم كأين وقتي سوقف إليسته عبادة إلهي سبحانه وتعالى يوحر لقلناية ساد أكته ولا ليال وقتي يساعده سيدك دك أهيي أمران علمها يبلهنا يسندهنا يعمر قبا سيدك دك أهيي أمران مدير كهر أهيد مركي أمالمها إيها بينا ترينيني ساعدها يا دقيقة أنا أنتين إني أنا وسوينا إن الناس وقالوا بشد الحجة أبرك سنت سدك دقة هيونا ويمت سدك دقة الله ما فلان أهنا ونقول عفي ما لين تبونك هاي بركة سنا أوي ما لين تعيد هاي الله وكل شيء إن انتهى ما لين تحش كون يا ما لين تعرف أوي أيام التشريق آوي كل وروي تجين وأنا مع المؤاد وأوين يساعد آد بركيسا ما نصون قنايان إلى سنة دم بما أهنا سنة كاسمرك لجارو إلى كل جيس أياؤك إن هلالينه يؤن جيرو أين هلال يسول الريال وحكستو إيمان آيو وإلى سبحانه وتعالى وبلن قاد جيرو أي كوكتهنا سدق دقة أيه كو إيمان هايان ولا ليال معلمها سيقع ضد بغن المسلمين تكمد وإله سبحانه وتعالى توفيق رؤوسي أيه كفا إذا استي إذا مين أرؤك لدون أيه وقت وركوع عمرين عدة إله سبحانه وتعالى وفضل قاس إيه خير كاس وفجيه معلمها سو كفا إذا استي لكن ولا ليال أنه خير كأو ليس وافجيو هي عبادة أو ليس وافجيو إنه نعمة وانتهي هذا نعمة كوين لأنت هذا نعمة داسو مدى ما استرميسو نعمة داسو عبادة الوافجيو إن لغا أقبله عبادة هذه انت الوافجيو لغا أقبلي وايو وأيان درو وحأي كتري سنة ملهن. ولذلك سلف رضوان الله عليهم مركي أي عبادة آد أو ود ذالان وعبادين آد كلا الدول أو كلا نوعي أي لي مادان وحين نولان جرين أو أي آد أو الولي جرين أو أي فكر جرين عبادة يلا إن لقى أقبله شيخ اللي راه عبد العزيز من أبي رواد وحلية سلف كان سوق قاري أيضو آد أو ود ذالان عمل كوالاكسا هدي أي سنوان ويل والبهال كرأي أكد عايو وكساب سن عمل كي ملا أقبلي من سمايا سياس أيون كتليي علي رضي الله عنه وحليه عمل كأقبلي الديسة يو إنو إلهي دين كأقبله كد ذالا إن كبدا أنت أتكد ذالا إسان عمل كلفتي سينات سمانا إسان لأنه عمل كو أقبلي دلعان وحمعناه سمينا يو ملاهن. وكيع وحوش عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما لما المها كمدة من عمر قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحأسوا مقضي قيامها مركا لتقي وأسوا ظاهري وحيسا فلنين وحي فلنين وحان أهين وحيسوا أهين إلى عذاب تكبت بادان ويجند قلان وح أرنك أسكدوا أن إذا أسوا بحي آيات سيدة أوران يسوس عمري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا يقول كذبنا وحوجي لشل يتبي بي إلهي إنه إذا أقبله وحاد أير أو درأ أو كلاتأه أو عمله لأنه إلهي وحوك أقبل عملك ضدك المتقين تأكلية. أبو الدردان رضي الله عنه سياس أيو ديه جري إن أنه بصده إنه إلهي سبحانه وتعالى إذا أقبلي هل صلاة كلية أي إلا وين وأنا آد أرجع لهاي أدونك إيه واحد حديثة سيداس إيه يا هاي ولا ليال
سلف كانوا رضوان الله عليهم لأنه وحي يقينان قيمها أوليها عمل كأبلاه وقدوا واتئين لقى أقبله أيها كن يماهن ددك إلهي أو دورتي أي صالحين تأه أي نبيين أي مرسلين تأه من يدودا يوين كودا يوحى أي وحي تمنين أين وحي أهيد عمل كوان أكسن أي أقبلان إنه إله سبحانه وتعالى وكأقبله سيداس أي كدو عيسان جل نبي الله إبراهيم عليه السلام سيدو كلا إله حلوس وقوري سورة كمد أه سورة دها سورة كمد أه سورة دها قفك مسلم كانوا باهن يهي إنو آدي سدول تاغو أو أه نبي إبراهيم عليه السلام يويل كيس إسماعيل إلهي أيها وحو أمر كسيه إنه كعبدا بسان وأمر إلهي لبدا ضبو النبي ومقامك إلهي كجوبان ودوكتين وحا أي قبنا أيان عملك أي سمينا أيان وكعبدا إلهي أولا بسو ساس أي تهدنا وحي كور ورسيهين عملك أسن الأقبلي وايو وحي كور العلنا يا مرك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أم مريم امرأة عمران أيضنا وحي ندرتي وحا علوش إذا كجرة إن أي إله سبحانه وتعالى خالص أو غيشه أو أي كدكتو خادمة أما خادم بيت المقدس أيضا سيداس أه وعمل كاس جليل كإله يقول وانيس هدنا وحي ديسانيس إله سبحانه وتعالى عمل كأسقة أه إنه كأقبله أو المهس وكأقبله أو أي أسقة وقلواته سيداس أيونا أها نبي عليه الصلاة والسلام مرر آدو فربضان أي إله سبحانه وتعالى أدو بي جري إنه توبدي سأقبله وضحيانا مركو قلينا سيدا سوي كدو عيسى النبي عليه الصلاة والسلام وحوجري إلى نبي محمد كأقبل يوم مدى نبي محمد عليه الصلاة والسلام سبح كستنوح كدو عيسى جري إنه إلهي سيو عمل متقبل أه عمل لأقبلي سلف كنا رضوان الله عليهم سيدا من رجع وسوق ورنايو رمضان كأنت لقارين لحبل وتكهر إلهي بري جرين وقار سيو رمضان كمركو بحنا لحبل وتكدب وحي إلهي ودي سنجرين إنه إله سبحانه وتعالى عمل كولا كأقبله إنها سؤالا يونك لو كبغا وحين جنايان أهمية أي لا ذهي قبولك إي عملك أدي الله درتي سأسميسي إنك أقبله عملك أولا أقبله وأرق قرصون وغيبية إلهي كل جيسا ومبانا وغانكرة لكن علماء الإسلام كوحي الشيبان على ملقفك الدون كمسلمك أو كوغرانكرة عملك سإلا أقبله وإنكالي وسود وإنكرة عمل كيساس إنه مقبول يهي وحكمد أه وحان سوء إشارني وأه خفك إنه آدو عبصده وآدو قبقه عمل كيسا إلا أقبل يا سيدة عن كسوء قولني سلفك إذا أنبيض إلهي صلوات الله وسلام عليهم إلهينا سبحانه وتعالى أدو مريسة في سورة المؤمنون وحلقوا أماني إن يهين كوا إنت عمل وناكسا سمية حدنا كبق إلا أقبل يهيو إلهي حولي يهي ددك مؤمنين تا إلهي وجعل يهي وددك بحية وحا أنسيني صدق الله يا الله وضعه حالة وحيكو بحنا يان قلب غودة وآد وبقايو وآد وعبسناي عايشة ويديسي وحا الله وضعه آيبا النبي عليه الصلاة والسلام وحيكو تري ددك إلهي وليه يهي وحو إلهي سيئي بحنا يان هدنوي عبسناي يان مكوة خمرة عباه وحتى يدا سمعيه وتوجد نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا مايا وكو صومة وكو تكذا وكو صدقة لبحة أيغو كبقى يهدنا إنا لقى أقبلين سيداس أيها لقى دونا يقفك مسلمك إن أهادو وعمل كمركو سمع يكذب ونفتي سأبقى إنه إله سبحانه وتعالى وكأقبلي وايو وحكم ذولا لي على مدان وقرنايو قفك عمل كيس إنه ليدو أو يسو أو سنكد عن قب يعجبي يا محاوك إلى هذا اسمه ذن على مدار الوقرنا كم انتهي قفك عمل كيسين وآد أولي له لأنه ولا ليال عمل كان أسقأه إله سبحانه وتعالى أياك قم الناستي إلى تسميسه فضل إله هدوسا جرنان ونحريستي سنة ملو يوفجين عملك أسقأ إلى تسميسه مرك إله سبحانه وتعالى أياك قلد أيضا له ولذلك سيد حسن البصري وسوق قولنا إله سبحانه وتعالى ودي ذي أدو مديسة إنه إنت عمل سميان
ay ugu mana sheegtaan marka walaalayaal qofka muslimka ah waxa laga rabaa inuu ogaado amal kasta oo khayr ah oo aad samayso amalka asaga ah nicmooyinka ilaahay uu ku siiyey midda ugu yar shukrigeeda kuma filna salafka qaar ayaa laga soo guuriyay inay dhaheen qofka muslimka maalinta uu caloosha hooyadiisa ka soo baxo haddii uu sujuudo ilaa maalinka laga geynayo qabrigiisa shukriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nicmadiisa ma taamyeelayo waxaad kala ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala gani ayuu ka yahay cibaadadaada oo uma baahno balaayiin iyo balaayiin aan lasoo koobi karin oo makhluuqaadkiisa ayaa caabudaya malaa'igta oo kale ilaahay wuxuu ku sheegay yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun maba daalaan cibaadaa loo abuuray maalinka la abuuray ilaa maalinta ugu dambaysa oo qiyaamadu ay dhici doonto waxay ku howlanyihiin ay ku mashquulsan yihiin cibaadada ilaahay maa laga yaabo inay caasiyaan makhluuqaadkan kale ee jamaadaadka leh nabaataadka leh ayaguna waa lamid wa in min shay-in ilaa yusabbixu bixamdih marka nicmadan aad samaynayso shukriga nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ugu shukrinayso oo aad cibaada samaynayso naftaada umbaad u samaynaysaa ilaahayna waa gani waxaad kaloo ogaataa walaalayaal camal kasto aad samayso intuu doono hala ekaado jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaas kuma mudanaysid oo qasab kuma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala camal baan sameeyey janno igee nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka soo inuu yidhi mid idinka idin ka mid ah jannada ilaahay kuma galaayo camalkiinna qof idinka idin ka mid ah saxaabadiisu la hadlay ridwaanullaahi calayhim oo jannada camalkiisa ku galaayo ma jiruu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam saxaabadu waxay weydiiyeen adiga xataa nebiyow camalkaaga jannada kuma gelaysid miya nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam aniga xataa nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam jannada ilaahay camalkayga kuma galaayo inuu ilaahay naxariistiisa igu badbaadiya maahane marka walaalayaal macaanidaas oo dhan qofka muslimka waxay ku beeraayaan in uu aad uu isugu mashquuliyo cibaadadiisa iyo taacadiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalo waxaa ka mid ah calaamadaha qofka muslimka inuu badiyo istigfaarta iyo dembi dhaaf alla weydiisi sidaas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku taliyay xujayda markay xajka ka soo noqdaan ilaahay wuxuu ku yidhi wastakfirullah nabiga calayhi isalaatu wasalaam salaada markuu ka baxo astakfirullah u dhihi jiray saddex goor sidoo kale salaatuleylka kadib ilaahay addoommadiisa wuxuu ku booriyey in ay astakfursadaan nabiga calayhi isalaatu wasalaam weysada kadib wuxuuna baray inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala istaakfur weydiisano waxaasoo dhan waxay daliil u tahay camalka aan qabanayno taqsiir iyo gaabin kama marna siduu ilaahay ugu talagalayna marna uma gaarayno inaan ula imaadno waxaa ka mid a walaalayaal caamadaha qofka muslimka ah in uusan dembiga ku noqonin taacada kadib taacada ilaahay kadib dembi aad horey u samayn jirtay oo aad ka toobadkeentay inaad ku noqotaay waxay daliil u tahay camalkaagii in lagugu soo celiyo walciyaadu billaah haddii dembiga aad ka haajirto oo aad camal wanaagsan oo cusub ama kii hore aad ku daa'imtana waxay daliil u tahay camalkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu aqbalay liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamadaha lagu yaqaano taacada qofka muslimka inuu aqbalay waxaa ka mid ah in uu ugu bedelo cibaado kale iyo taaco kale oo cusub ilaahay wuxuu leeyahay qofkii wanaag sameeya wanaag ayaan ugu ziyaadinaynaa kuwii hanuunay waan hanuuninaynaa oo waxaan u ziyaadinaynaa hanuun ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa loo baahan qofka muslimka ah inuu dadaalo naftiisa uu ku qasbo maalmahan kooban ee fursadda adduunka uu joogo inuu aakhiradiisa u sahiqaato ilaahay wuxuu yidhi qofkii bixiya wax bixiya ilaahayna ka cabsada aakhirana rumeeya waxaan u fududaynaynaa tii fudeed culimada mufasiriinta qaara waxay leeyihiin cibaado kale cibaadooyin kale oo fara badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududaynayaa waxaa ugu dambeeya waxa weeyaan walaalayaal calaamadaha lagu garto qofka muslimka ah cibaadadiisa iyo taacadiisa in la aqbalay waa qofka inuu daa'imo oo uu joogteeyo camalka wanaagsan sidaas ayuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu camal qabto camalkaas wuu joogteen jiray oo kumuusan tegi jirin calayhi salaatu wasalaam ilaahayna acmaasha wuxuu ugu jecel yahay camalka qofka uu daa'imo haba yaraadee salafkuna ridwaanullaahi calayhim amthilo aada u wanaagsan
أيه لو قلت جن وحكم إذا مثلا عائشة رضي الله عنها ولي إذا كمت جن سيد ركعات وصلاة الضحى وأنت